وسط حضور كبير، نظم ديوان الصقعبي حفل استقبال بمناسبة شهر رمضان المبارك في منطقة النزهة. نعيش هذه الأجواء الجميلة من خلال تبادل الزيارات مع أهل الكويت ودواوين الكويت، ونعطي امتداد لأهلنا في السابق، وشلون نعزز هذا التواصل والتراحم بين أهل الكويت بينهم بين بعض، خصوصا أن شهر رمضان المبارك يمتاز دائما بأعمال الخير، ومن ضمنها التواصل والتراحم بين فئات المجتمع كلها. ونتمنى دائما نشوف هذه المظاهر الجميلة اللي نشوفها في هذه الدواوين، من خلال الغبقات اللي قاعد تنظم من خلال معظم الدواوين والأوساط الشبابية، يعني باللافت في السنوات الأخيرة. وهذا الأمر بادرة طيبة من الشعب الكويتي، وإن شاء الله مستمرين، خصوصا المجتمع الكويتي يتميز دائما بهذه الصفة بالتواصل والتراحم، خصوصا في شهر رمضان بين دول المنطقة. وإن شاء الله مستمرين على هذا المنوال، وماخذين امتداد أهل الكويت اللي أسسوا هذه الأرض الطيبة، ونتمنى أن يعم الأمن والأمان على المنطقة وعلى المسلمين أجمعين. احنا دولة على مستوى العرب كلها نتمتع في صلة أو وجود الديوانية، وصلة الرحم جدا قوية في الديوانية، يصير تعارف ويصير محبة يصير ألفة. فالحمد لله يعني الديوانية مو بس في رمضان، على مدار السنة في ناس يحطونها يوم بالأسبوع، في ناس يحطونها يوميا. في الكويت تمتاز، حتى يعني أنا يمكن اليوم راجع من سلطنة عمان، كان وايد يمدحون أن أنتم الكويتيين تمتازون بوجود الديوانية. يعني والديوانية يعني تعرفك أشخاص جدد، يصير معارف، يصير محبة زيادة، يصير تعارف أكثر. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الدواوين في الكويت وتجمعات الشبابية، خاصة أنه يصير في حوارات هادفة، حوارات سواء ثقافية سياسية فنية. ودائما أنا أقول حرية ديمقراطية هذه ميزة كويتية.